اعزائي المشاهدين السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بدردشه جديده طبعا راح تكون ان شاء الله دردشه علميه من مدينه امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام مدينه النجف الاشرف مع نخبه من مثقفي وعلماء هذه المدينه اليوم راح الحقيقه نتحدث عن هموم مثقفي المدينه وكذلك عن وضع حلول لبعض المشاكل من خلال استغلال النخبة الطيبة من مخترعي ومثقفي هذه المدينة وكذلك من أساتذة جامعيين نلتقي هذا اليوم بأربعة من الأساتذة والمدينة مليئة بالعقول الحقيقة هاي الأربعة ما نقول افضل الموجودين بل كثير من علماء النجف ومثقفيها بس اليوم اختارينا هاي النخبه لتميزهم من خلال براءات الاختراع ومن خلال البحوث العلميه ومن خلال نظرتهم الثاقبه لايجاد حلول لبعض المشاكل التي تقف عائقا امام تطور هذه المدينه. راح نلتقي اليوم مع الاستاذ المساعد رياض جاسم طليف النصراوي رئيس قسم هندسه تقنيات الطيران في المعهد التقني نجف سابقا ومع البروفيسور الدكتور عماد عباس جعفر الملة عميد معهد تقني بابل الاسبق وحاليا استاذ وبروفيسور في الكليه التقنيه الطبيه وكذلك مع الاستاذ المساعد لؤي محمد علي الخفاجي وهو طبعا مخترع وأستاذ جامعي كان رئيس قسم سابق ولديه الكثير من البحوث وكذلك ممثل القطاع الخاص في هذه المدينة والمخترع الرائع حسين الشمرتي أهلا وسهلا بكم أساتذة إن شاء الله راح يكون حديث يعني نريد حديث بدون حدود وبدون خطوط حمراء يعني الهدف الرئيسي من هاي القعدة واحنا بجوار امير المؤمنين عليه السلام افضل الصلاه والسلام انه نلقي حجر في بعض البرك الراكده في بعض جوانب هذه المدينه ونبدي الحديث مع الاستاذ المساعد لؤي محمد علي الخفاجي. استاذ لؤي طبعا اليوم الحمد لله يعني اكو بشرى لهذه المدينه ومدن العراق هو هذا المطر يعني من الصباح اللي كنا ننتظره بفارغ الصبر. هل هذا المطر من يسقط على المدينه نعمه ام تنظر له من زاويه اخرى؟ بالبدايه دكتور نشكر حضرتك على اتاحه هذه الفرصه الثمينه للتحدث عن هذا الموضوع المهم واللي هو يعني يحوز على اهتمام جميع سكان هذه المدينه وجميع اهلنا بالعراق. ونشكر وب... قناه النعيم الفضائيه ايضا على دعمها لهذه المبادرات وهذه البرامج المهمه. المطر دكتور يعني هو اولا واخرا هو نعمه في كل حالاته وفي كل العراق يمر بجفاف بالضبط يعني. نعم. وحتى الجفاف اللي بالعراق يعني هو كان المفروض ما يكون جفاف اصلا عندنا بالعراق لو احسن استغلال اداره الموارد المائيه الموجوده عندنا بالبلد. نعم بحر النجف عندنا هنا هو يعني فد موقع مائي قديم جدا والنجف اصلا اشتقت تسميته باحد الروايات من البحر بحر النجف بحر النجف نعم. هو كان بالتاريخ كما يروى انه كان اسمه ني من البحر نعم اسمه ني وبدأ بالانحسار باتجاه الخليج نعم. العربي فسميت المنطقة ني جف انه هذا البحر جف سمي في المدينة سميت بهذا الاسم نتيجة لجفاف البحر نعم. ني مضبوط نعم. بحيث كان من العظمة هذا البحر السفن التجارية اللي قادمة م. من الخليج العربي تصل إلى النجف يعني يعني معناها كان عنده أعماق أكثر عميق من جداً. 3 متر أو 4 متر عميق جدا يعني السفن م. التجارية كانت تصل إلى النجف حاليا شقد العمق المكزمم يعني في بعض المناطق والله يعني بحدود بحدود دراسات دقيقه بهالمجال ما موجوده بس تقديرات يعني بحدود 10 الى 12 متر متر 12 متر عمق 12 نعم آه. من دجله المناطق. والفرات عمق <applause> لانه تصل <applause> به سفن دكتور زين يعني انا من دخلت البحر النجف استاذ لؤي ايه. انت فتحت الموضوع على بحر النجف اه شفت المناطق او الجرف المحاذي نعم. على شكل طبقات يعني طبقات مختلفه بالضبط آه. دكتور هذا شنو دلالته بالضبط دكتور آه منطقه النجف اصلا هي هضبه نعم واعلى نقطه بها هو مرقد الامام علي عليه السلام نعم. وباقي المناطق المحيطه ب آه شديده الانخفاض عن المرقد وبانحسار المياه الخاصة بالبحر ظهرت طبقات كلسية كبيرة وكثيرة أيضا ومنطقة الطيران اللي معروفة هنا لبنجف أهل النجف يعرفوها فد منطقة غنية جدا بالكالسيوم وبأملاح وبكبريتات صناعية مهمة أوهو. نعم. غير مستثمرة غير, مستثمره, مستثمرة لحد الآن ولم تمتد هاي وين تفيد بيا صناعات باعتبار والله دكتور بكافة الصناعات, الصناعات الكيميائية والصناعات التعدين التعدينية التعدينية نعم يعني إذا استخرجنا منها أملاح كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم وإحنا بأمس الحاجة يعني الحقيقة للأموال لبناء وتطوير هذه المدينه هي والعراق بشكل عام. معظم المجالات احنا يعني هنا بالنجف وبالعراق عموما اه عندنا ميزه الاكتفاء الذاتي يعني لو احسن استغلال كافه الموارد الطبيعيه والثروات الطبيعيه الموجوده بالنجف وبالبلد عموما نصل الى مرحله الاكتفاء الذاتي بل والتصدير. راح نرجع لك مره ثانيه استاذ لؤي اه مع اه الاستاذ حسين الشمرتي اخوي العزيز وصديقي. انا طبعا ارتاح من اشوف احد الاشخاص من القطاع الخاص وبدأ يستثمر براءات اختراعه بجهولة الذاتيه لتطوير المدينه. انا سمعت عندك ورش بالحي الصناعي وبراءات اختراع انت انجزتها وطبقتها لان تدري راس المال جبان. هذا معروفه مبدأ اقتصادي فما انتظرت واحد بديت انت تصنع ما جسد فكرك في براءه اختراع اكثر من براءه اختراع براءات اختراع عراقيه زين ذات رقم دولي وسولف لي على هذا الموضوع اساسا اساسا القطاع الخاص هو الاساس لركيزة الدوله لتشغيل العمال وتشغيل الناس قبل احنا يعني القطاع الخاص كان مهتم الدوله به الان لا احنا على القطاع الريعي وكلها تريد تتوظف وكلها تريد وظيفه وكلها تريد راتب جاهز نعم بينما القطاع الخاص هو يشغل اربع عوائل خمس عوائل على استثمار براءاتك من قبلك نعم يعني نعم. براءات الاختراع انا استثمرتها وكانت آه يعني منتشره م. لحد الان منتشره بالعراق كله ما عدا كردستان العراق يعني ان شاء الله ما آه ما شاء الله نعم. آه يعني كل محافظات العراق صنعت آه اول شيء آه كان مشروع مادة الأسمدة العضوية هي شغلة جديدة يعني بالعراق <applause> م -م فانا صنعت المكاين مالتها والمستلزماتها نعم ايه بتعاون وزاره الزراعه وتعاون فاشتغلت للوزارة الزراعه واشتغلت وزارة المعادن صناع المعادن لل... يعني سويت ماس برودكشن احنا نسميه انتاج بالجمله نعم 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 وسوقت على عموم العراق وسوقت وللقطاع الخاص كذلك والقطاع المختلط وحتى للتعليم العالي عظيم جداً عظيم للتعليم جداً. العالي هذه اهم ما تصنعت حلو حلو آه في سبيل اه في سبيل اه السبيل اسماء السبيل. هذه البراءات مثلا آه يعني انا اهتم باثنين يعني هن, ايه هن, هن, مه... هن نعم. اهتم بهن لأن هن الركيزه الاساسيه اول نعم. شيء ما كانت مقلبه الاسمده العضويه نعم. هاي كانت يعني طفره كبيره حلو طفره كبيره بالانتاج حلو. السماد العضوي والثانية آه الثانية مجرشة آه مجرشة آه متعددة بخمة. نعم متعددة المهام آه هاي المجرشة تصنع آه لتصنيع السماد العضوي والاعلاف والنشارة والاي آه يعني مشكلتنا حاليا الحقيقة الاعلاف بالذات للدواجن وللحيوانات الاخرى حقول الحيوانات يعني يستوردوها من الخارج وبالعملة الصعبة فاذا يعني هاي البراءه من استثمرت لانتاج الاعلاف فشيء جيد حقيقه الاعلاف اول من استثمرها ولحد الان قاعد يستثمرها القطاع الخاص يعني انا اصنع للقطاع الخاص مكان للاعلاف وللسماد العضوي فيستغلوها للاعلاف وللسماد السماد العضوي وللنشاره الفرشات الدواجين كلهم كنا نعاني صعوبة من عندها أول شيء نستوردها المواد الأعلاف نستورد الأسمدة العضوية يعني كانت مثلاً العتبة الحسينية تستورد سماد عضوي من هولندا حسب ما عرفت من صنعت لهم بعد ما كانت استيراد الأستاذ المساعد رياض النصراوي اريد اقول لك رياض النصراوي لو رياض جاسم طليف نصراوي. كيف انت بالاصل من بابل بس مقيم بالنجف من ثمان سنوات شنو الفرق بين النجف وبابل يعني اريد بصراحه بسم الله الرحمن الرحيم اولا دكتور هذا السؤال مفاجئ جدا لي احنا راح نجاوبك عليه حقيقه وبصراحه كلش يعني كبيره مدينة النجف نعم. أولا أكثر تطور ونظافة من محافظة بابل كلها اثنين المسؤولين اللي بيها اللي شفتها أني يعني نعم. يهتمون اهتمام خاص بالناس اللي عندهم خبرات و, و... ناس علميين نعم. يعني أكثر اهتماما من محافظة بابل يعني حقيقة أستاذ رياض أنا سمعت جنابك الكريم موضوع كلش نادر ولطيف، تشكلت رئيس قسم تقنيات هندسه الطيران في المعهد التقني النجف. وهذا التطور الجديد اللي حصل يعني اكيد اكيد راح ي... مستوى الخريجين الكواليتي هم راح تتطور. فسولف لي على براءه الاختراع مال جنابك اللي بخصوص الدرون طائرات نعم. الدرون نعم 2017 نعم. نعم. بدا عندنا تحول بقسمنا بالذات مم. قسم مم. المعهد حول انتاج وتصنيع طائرات الدرون المسيره مم. وهذا المشروع طبعا تبنيناه احنا واهتمينا به في وقته وكان مم. اهتمام خاص من رئيس الجامعه نعم. شخصيا ادى بينا الى ان ننتج طائرات مم. مسيره مم. لمستويات عديده اهمها هي طائرات متعدده المحركات او متعدده كوبتر اكثر شيء كان آه جيد اي يعني آه. اذا هاي الورشه مدعومه من رئاسه الجامعه وموفر لكم كل الامكانيات انت ادري بيك تطلع بس أه تبشر بخير يعني الحقيقه لان انفتاحكم على القطاع الخاص هم كذلك وعلى لا. الفرق البحثيه لا. ولا تنسى اكو دول يعني عالميا هسه عرفت من خلال طائرات الدرون بالتأكيد مثل عندك الجاره تركيا الجمهوريه الاسلاميه تركيا وكذلك تركيا تركيا فاذا يعني الدعم اثمر شيء، دعم دعم رئاسه متاكد الجامعه متاكد وهذا اثمر اثمر بورشه محترمه اعتقد عندكم طابعات ثلاثيه؟ عندنا نعم، للطابعات ثلاثية ثلاثية وعندنا وعندنا آه آه سي ان سي ليزريه على اساس يعني بالانتاج يعني دائما هي الاقسام من تنفتح بالبدايه يبدون يعني رئيس القسم وهاي يجمعون الى ان الحمد لله وصلنا الى حاله يعني جيده يعني والحاله تكون جيده عندما يكون الدعم موجود الحمد لله الدعم موجود اكثر موضوع شيء المعاناه للقسم خريجين مدى يعني يلقون خريجين في يوم ما اماكن تعيين او ممكن انا عميد في الكليه آه التقنيه نجف إيه كان, كان قسم طيران انفتح اول سنه يعني من استلمت العمالة هندسة الطيران ده. كان زارنا أنور حمه الرجل قائد القوة الجوية ايه. بوقتها ووعد بوقتها ايه يعني طلب قسم أنه من... قسم من قسمة عينو ايه؟ قسم ايه؟ قسم قسمة عينو بالجيش أي أما الجانب المدني لا ماكو اهتمام وأهل الكلية طائرة ايه. الحقيقة وانت جبتها ايه بي... بي, سي... بي سي ناين <applause> موجودة بي سي ناين ايه. نعم اي ايه صحيح وعهد السيد رئيس الجامعه الجديد دكتور مظفر الزهيري اكو تطور اخر حصل انه جلبوا طائرات ومحركات والحمد لله هسه يعني الـ الورش ماشيه والحمد لله انا اشكرك أشكر. وارجع أشكر. لك مره أشكر. ثانيه البروفيسور الدكتور عماد الملا دكتور عماد انا ما اريد حقيقه اسهب في السي في مالتك وهو سي في مشرق ورائع جدا يكفي انه تكون انت في أه الرنك مال الباحثين بالعراق ضمن العشره الاوائل وهذا شيء نفتخر به وتفتخر به مدينه النجف ومؤشر البحث العلمي اللي هو اتش اندكس او هيرش اندكس انت عندك فوق ال20 يعني يعني 21 او اكثر وهذا هو مؤشر العالميه يعني يعني مو العالميه يعني مستوى العالم انه واحد يكون عالم وحصولك على افضل بحث في اليابان في 2011 حسب ما هذا الشيء كلش رائع جدا وبوقتها احتفلنا به يعني انه عالم عراقي يحصل على جائزه افضل بحث وين في موطن البحوث في في مركزها في اليابان ف دكتور على هذا الموضوع وعلى بحوثك وهل هنالك امكانيه لاستغلال هذه البحوث وبراءات الاختراع في تطوير مدينة النجف اللي هي بأمس الحاجة لعلماء أمثالكم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين شكرا لهذه الاستضافة ووجودي ضمن مجموعة قامات علمية يشاد لها بالبنان حقيقة لمساهمتهم في تطوير وازدهار البلد لا يخفى على حضراتكم بأن الإنتاج المعرفي من تأليف ونشر الكتب والبحوث العلمية والمساهمة في المؤتمرات الدولية وتسجيل وراءات الاختراع كل هذا يؤدي إلى ازدهار تقدم البلدان لا. وفي العراق حقيقة لدينا كثير والكثير من المبدعين والعقل العراقي مبدع والفكر العراقي أينما حل هو من المتميزين مضبوط دول أوروبا والخارج نعم. وإلى نعم حقيقة في كل بلدان العالم وخاصة المتقدمة منها تصدون نسبة من الميزانية إلى بالضبط. البحث العلمي والاختراع نعم. على سبيل المثال إحنا بالعراق شكل نسبتها أستاذ أمريكا و... من, المو... من الموازنه ايش الى 20% من الموازنه من الموازنه الى البحث العلمي بالعراق ايش قد بوينت ايش آه قد بعد هاي ما ادري يمكم ها صفر لو اقل من الصفر بوينت او او يمكن ياخذ إيه منك <applause> فهذا هذا <applause> الدعم يعني حتى البحث من تسويه <applause> ما ما يدعموه قبل كانوا يدعموك ماديا هذا الدعم حقيقي فلوس النشر ما موجود, موجود هسه حاليا آه آه ماكو الباحث آه هو يدفع مثل بعض البحوث مجلات تريد ألف دولار أو ألفين دولار هو باحث تعبان ألف وستمائة دولار لنشر بحث يدفعها الباحث من جيبة يعني نادراً ماكو ميزانية للبحث العلمي لذلك من نعم هذا المنبر حقيقة من نعم هذا المنبر الكريم نعم نعم ندعو الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم دعم البحوث و التطبيقية نعم, نعم واستثمار استثمار ما ممكن استثماره التي يمكن استثمارها في كل المجالات الصناعية الزراعية الطبية هذا حقيقة مهم جدا أنه يكون استثمار ومن جهة ثانية أدعو القناة الكريمة اللي هي متوجهة توجه علمي في برامجها وفي آه برامج عديدة علمية والعلم الجميع والبرامج اللي هو مداري ذهبية والدردشة علمية هاي كل البرامج حقيقة صفي خدمة المجتمع علميا وثقافيا ادعو من هذا المنبر انه استضافه شباب العلماء الشباب العراقيين واحتضانهم من قبل دكتور انتم هم شباب ترى يعني لا لا احنا يعني <applause> <إحنا تصفيق> صح انتم جيل الطيبين بس يعني احنا احنا, إحنا, <applause> إحنا يعني هذا إيه. الكلام لا زال هناك شباب من من الخيره المثقفين والعلماء العراقيين علماء صغار نسميهم علماء صغار يا حبذا انه هذول استضافتهم و توجيههم ورعايتهم والله يعني هي دعوة كريمة أبواب البرنامج هذا مهم جداً. أبواب البرنامج مفتوحة الحقيقة بالذات على الموهوبين وعدنا احنا ندري بالنجف أكو مدرسة مع الموهوبين رائعة لقينا في يوم ما محاضران ودكتور عماد ف... دكتور علي عندي قائمة بالأسماء المبدعين الشباب أو الأساتذة الجامعيين الحديثي التسجيل بالجامعات وعد من عندي أنه نسوي وياهم لقاء وبالنجف هنا على أرض النجف استاذ لؤي ايه انت كانسان نجفي نعم ورجل معروف استاذ جامعي وقديم أه شوف وضع النجف في الحقيقه بالنظام السابق وبالنظام الحالي بالنظام الحالي اكو تطور اكيد بس التطور مو مستوى الطموح بالضبط صح ولا لا بالضبط. يا ترى هل هنالك مقترحات عسى ان يطبق احدها لتطوير واقع المدينة من شتى الجوانب نعم دكتور النجف بها أفق استثمار وتطوير اقتصادي واسع جدا نعم مثلا بحر النجف بالإمكان استخدام شركات استثمارية سياحية متخصصة نعم لتطوير الواقع السياحي بهاي المنطقة حلو قد ما يتطور شنو المانع العفو مداخلة طيلة هاي العشرين عاما شنو المانع عشرين عاما ترى عمر كامل يعني عقد من الزمن عشر سنوات زين عشرين عام ليش ما يعني شنو والله تبقى يعني حسب الخطط الاستراتيجية يعني القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى اللي المفروض يعتمدها إدارة البلد استاذي ماكو خطط استراتيجية أكو خطط تكتيكية فقط استراتيجية احنا ناسيها استراتيجية هي لفترة معددة من الزمن نعم. احنا كل خططنا هي المدى. خطط تكتيكية بالضبط تكتيكية المدى وبعضها المدى. خطط ترقيعية آنية نعم أي. آنية نعم هذا بسبب يعني ضعف الاعتماد على الخبرات والكفاءات الاكاديمية والعلمية والجامعية الموجودة بمحافظة النجف ليش كل محافظة عندها مجموعة من المستشارين هذول المستشارين يعني شنو دورهم؟ دورهم تقديم مقترحات عمليه من واقع المدينه. المستشارين دكتور يعني في اغلب الاحيان يكون يعني خاضع لعوامل اخرى غير العوامل المهنيه. بالاختيار؟ بالاختيار نعم. يعني ما يختارون انسان يعتبر اكاديمي متخصص يعتبر مثلا بالعماره، انسان متخصص بالكهرباء، انسان متخصص بالزراعه، استشاري لمدير الدائره او المدير العام او المحافظ. او حتى رئيس الوزراء يعني قصدك المحاصصه تدخل حتى في اختيار المستشارين هاي مع الاسف يعني وجدت هكذا يعني الاستشاريه او موقع المستشار او مركز المستشار يعتبر فرد امتياز لي... اذا هم دخلت يعني... المحاصصه باختيار المستشارين بالضبط بالضبط ذكرتني مقوله من بروتس قتل قيصر نعم. من اختاله قال له حتى انت يا بروتس لتمت اذا يا قيصر يعني ليش؟ لان مو الطعنه جرحته صحيح. طعنه انه صديقه ايه. ايه. هو اللي قتله ايه. زين أن انا اذا المستشار اللي انا اختاره هو جاي من تحاصص مستشار زين شلون راح تتطور المدينه؟ ولذلك يعني بقى تطورها محدود ضعيف يعني لو كان هنالك مستشارين وعقول اكاديميه وجامعيه وعلميه مجربه فعلا بخبراتها معروفه بخبراتها لكان الوضع الان مختلف تماما اذا نداء مناشدة والله مناشدة ونداء لجميع المحافظين في ولجميع مسؤولين دولة دكتور من أعلى مستويات الدولة, مستوى الدولة جبناها على المحافظة أنه اختاروا من محافظتكم هاي العقول النيرة اللي, اللي تسعى اللي غير متحاصصة لأن المحافظ قد يكون منصب سياسي أو منصب يعني بس يحتاج مستشارين بالضبط المستشار بالضبط. اذا انت جبتها من الكتل والاحزاب و... و... وتركت التكنوقراط على حده شلون راح يصير التطور؟ هي صارت هيك مبادرة دكتور ولكن يعني ما اخذت طريقه الى واقع شكلية. يعني شكليه صارت نعم. ودعونا في يوم ما نعم تقديم دراسات بس وتقديم وتقديم شكليه اسماء وقوائم نعم ما اقول لك نعم صارت اسماء وقوائم وقدام المسؤول الاكبر او رئيس الوزراء اكو قوائم يا بذوله اساتذه جامعيين نعم نعم طلبنا ف... مختبرات وطلبنا ورش وطلبنا مشاريع اذا انت و... القيت حجر ثاني في بركه اخرى هي انه المستشار يجب ان يكون مؤتمن ويجب نعم. ان يكون مهني جدا مهني جدا وضمن التخصص الدقيق وضمن التخصص لان هاي المدينه نعم هاي المدينه امانه في أعناقنا تجارب العالم امامنا دكتور نعم تجارب العالم امامنا ايه يعني مثلا احدث تجربه اخر تجربه الان مثلا دوله قطر صح دوله صح قطر كانت مجرد رمال متحركه يعني لا والدليل على ذلك يعني تلقى عراقيين طوروا بالضبط يعني بالضبط يعني, يعني, بالضبط يعني بالمناسبه دكتور شيء بشيء يذكر نعم مدينة فيينا اللي هي انظف مدينة بالعالم تقريبا. نعم بالضبط امين العاصمة أمين مالتها امينها عراقي. رجل عراقي دكتور عراقي بالضبط, بالضبط. استاذي انا يعني دائما في من استضيف اساتذة افاضل امثالكم اسال على امنيتك امنيتك الخاصة والعامة في هذه المدينة والله دكتور بما يخص أمانين المدينة امانينا نعم. كثيرة واحلامنا وطموحاتنا كثيرة بس اريد الفوندمنتال <applause> الفوندمنتال هو انه م. تستغل هاي الامكانيات السياحيه والزراعيه والصناعيه والتجاريه مم. الموجوده بالمدينه. ان شاء الله. المدينه دكتور يعني محط انظار العالم اجمع. اكيد. يعني أكيد. من مسلمين أكيد. من مسيحيين من عرب من اجانب من مختلف بقاع العالم. في يوم ما كانت هاي المدينه وبالذات مدينه الكوفه اللي هي جزء من هاي المدينه تقود العالم الاسلامي اللي كان منتشر على اطراف الدنيا يعني قطاع السياحه فقط بالنجف يشمل السياحه الاثاريه والدينيه والتجاريه والاقتصاديه والعلميه ايضا نا. لانه مدينه النجف الان بها جامعات من مختلف التخصصات مدارس دينيه ومدارس عريقه دينية جدا دينيه عريقه جدا من بدايات القرن العشرين اها واحنا يعني حتى نعرف بتاريخ المدينه بادرنا بمبادره بالمعهد التقني النجف حاليا كوني رئيس قسم التصميم والتزيين المعماري بديت اخذ طلاب زيارات علميه لهذه المواقع حتى يكونون هم ايضا بدورهم رسائل توجه المعاني اللي يريدها الى العالم. جنابك عندك براءات اختراع مو؟ نعم عندنا ثلاث براءات اختراع ثلاث براءات اختراع ما شاء الله ما شاء الله اذا يعني من انسان الحقيقه يعني يعني متمكن من علمه وانسان تكنوقراط زين وهاي امنيتك وهاي امنية كل نجفي الحقيقه امنية خاصة امنيه خاصة ان اشوف النجف يعني بمستوى الطموح وبالمستوى اللائق اللي تستحقه المدينه اذا أمانيك الخاصة والعامة كلها ممتزة كلها باتجاه النجف بارك الله بك نعود الى القطاع الخاص استاذ حسين الشمرتي شو تريد من الدوله تجاه القطاع الخاص؟ احتاج الدعم الخاص شلون هذا الدعم للقط... لا تخليه فاز. مثلا مثلا م. احنا عندنا مناطق صناعيه الحي الحرفين والحي الصناعي نعم. مثلا ذني وحي عدن ذني مناطق محصوره انت طلع الحي الصناعي او المعامل طلعها برا خارج النجف واساسا انت عندك مساحه واسعه كامله م -م -م. ها وتقدر يعني قصدك يسوون مدينه صناعيه؟ مدينه صناعيه نعم. كامله نعم. للصناعيين والقطاع الخاص خاصه هاي ما سووها بالنجف؟ وعود وعود كثيره الحكومه السابقه سمعنا انه بالحكومات السابقه صناعية. والحكومات الحاليه نعم. نفس الشيء اول شيء هو يريد لها بنى تحتيه مثل الكهرباء، المي، المجاري، التبليط، تهيئه الارضيه التهيئة البنى التحتيه البنى التحتيه بالنسبة ما بالنسبه موجوده هاي نعم. ويوعدونا ها على اساس اكو حي صناعي او نعم. منطقه صناعيه بالنسبه دولية. للضريبه، ضريبه الدخل، الشغلات أتت شنو؟ انت تحاسبنا يعني... على الضريبه نعم. انا كمخترع انا قاعد اخدم البلد ها ل... تجيني انت تاخذ من عندي ضريبه أه انا مخترع <applause> تجي آه تجي تقول لي انه اعطيك سلفه 10 ملايين ها تاخذ نعم. من عنده 15 مليون او 14 ونص مليون نعم. ها يعني انت 14 4 ملايين ونص انت ماخذ فائده انت مخليها لمن الم... أه لل السلف الصناعيه الصناعي يعني ماكو اي سلفه تاخذها من الدوله اكثر شيء يعني تاخذ بحدود ال 50% 50%, 50 اضافه على المبلغ اضافه على المبلغ زين ليش ما المقترح هذا اقترحناه في دردشه سابقه انه اذا المخترع طبق اختراعه اذا مثلا صاحب عمل وصاحب مصنع طبق اختراع عراقي يعفى ذاك المصنع من الضريبه اول شيء تشجيع للاختراع العراقي مو هيك ولابو المصنع على مود يقول لك ليش مغني الحي احنا لا يطرب ريدة يطرب دكتور نوعا ما دكتور مم. وعود كثيره من الحكومات السابقه والحاليه اول شيء قالوا لنا انه مثل المؤتمرات المخترعين أيوه. والهذا نص قيمه الطيران نعطيكم اياها ما نف... ما حد نفذها هواء في شبك نعم, نعم. الدعم ما موجود من لان هم يريدون اللي يريدوا يريدون انه البلد يمشي على هذا المسار انه دائما بعازه الخارج هم بعازه الخارج ويجهلون الموجودين بالداخل <applause> استاذ رياض نعود لك مره اخرى باعتبارك انت تسمي نفسك ضيف النجف لو نجفي هسه لا انا هسه حاليا نجفي النجف قبل شنو ضيف النجف يعني ثمان سنوات احنا يعني النجف احبهم ويحبوني اكثر ما اكيد اكيد لا وصار عندك كيان يعني فسولف لي على المقترحات اللي اللي جنابك تريد تقدمها زين على بساط الاعمار يعني يعني بالتاكيد يعني احنا انا بالنسبه لي شخصيا كانت عندي كانت عندي محاوله أه التعاون مع مديريه زراعه النجف حول استخدام الطائرات المسيره في رش المبيدات المكافحة. حلو تمام وكان عندنا لقاء ويا يعني رئيس قسم المكافحه يعني دكتور وقايه وقايه النبات يعني شيء رائع يعني... واتفقنا على انه يعني انا بالنسبه لي يعني تعاون مجاني اصلا لان انا متقاعده حاليا طبعا ومكافحه الجراد مم. مم. ومراقبته يعني نسوي ما طبقوه انا اللي ادري جامعه الفرات الاوسط التقنيه جامعه هي الاساس التقني مال مدينه النجف وجامعه منفتحه أي. منفتحه على كل ابواب النجف وساهمت في تطوير جزء يعني من هاي المدينه إيه. فالعقد ايش عجب ما توقعت جت, جت فتره صار تلكؤ يعني, يعني 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 نقدر نقول عدم اهتمام بهذا الجانب من قبل أه الجهه المستفيده الجهه المستفيده إيه؟ و... احنا دائما الجهات المستفيده الحمد لله وسوينا احنا اتفاقيه على طائرتين إيه؟ بس يعني توقف العمل بالطائرات هسه حاليا ما عرفاني اه يعني طائرات المسيره لاغراض المدنيه مدنيه طبعا ولا سيما الزراعه يعني احنا يعني اتفقنا انه اعطيناهم إيه؟ عده محاضرات كانت فكره سابقه كدا. يعني انه استخدام الطائرات الدرون المسيره لنقل الدم الحالات النادره حالات الجرحى شغلات من مكان الى مكان على الجي بي اس يعني تنقل بيلود مالتها تشيل مثلا فصيله الدم النادره من المكان الفلاني مثل بعض المرضى ما يتحمل يعني جرحى يعني بذات سيارات مجال الطائرات واسع تنقلها من مكان الى تنزلك اياها بالمكان المضبوط بالجي بي اس تطبيق رائع هذا احنا دكتور بحكم كنا نعم. مؤسسة يعني, يعني مؤسسة علمية نعم. اه صح. اه كان عندنا مثلا مشروع تخرج للطلاب هو الطائرة مطفأة الحريق ممكن أوه. جنابك لما كنت شفتها. نعم، أنا شفتها. يعني أنتجناها وسويناها وجربناها وعندي أفلام عليها استخدامها. بس المشكلة, المشكلة حال عدم حال الاهتمام حالة حال براءة حال الاختراع. حالة حال حال عدم الاهتمام حال اللي بهذا الموضوع. يعني عرضنا عرضنا هواي أمور. أنه طائرات تستخدم في مجالات أخرى. إنتاجات كلش كثيرة وعديدة في جامعة الإمارات الأوسط التقنية بس مع الأسف الجهات المستفيدة. نتمنى أنه تتحرك على هاي الجامعة. اللي كبيرة بأساتذتها وعلمائها وتنفتح عليها في دول العالم مثلاً المتطورة نعم. شوية البسيطة نعم. يعني ما نقول متطورة شوي. جداً يستخدم الدرون لمراقبة الشوارع يعني المرور, المرور خارجية نعم يعني مكان ما أنت سيارة صعبة عليك تستخدمها ممكن الطائرة زين نرجع على هسه اه أمنيتي يعني ايه حقيقة أولاً الاهتمام بخريجي الطيران باعتبارهم أهو. هؤلاء الشريحه إيه من, وياهم. من نعم. الخريجين حقيقه نعم صعبه علي اني يعني رئيس قسم من, من اطلع للسوق والقي خريجي مثلا يشتغل يبيع شاي يبيع قص او يبيع شاي يعني او هي مثلا هي مهن شريفه مطعم. هاي مهن شريفه بس واحد يشتغل يحس بنفسي يعني بعيده عن اختصاص يسلم علي وانا كنت رئيس قسمه مثلا بالمطعم يشتغل زين احنا شنو الدراسه الطلعيه هو تخصص دقيق طيران, طيران طيران وحتى معدلاتهم عاليه معدلاتهم عاليه و... والناس كانوا عندهم طموح انه يعني يشتغلون في هذا المجال حقيقه هذا اهتمام زين مطار النجف ليش ما يستوعب جزء من عندهم؟ والله حقيقه اني يمكن اقول لك الوحيد اللي ما بلتقي بحد مسؤولين مطار النجف مش ل... لانه ما بهم فايده فليش يعني تعب نفسي؟ سابقا لو حاليا والله حاليا انا متقاعد ما لي علاقه بالموضوع <applause> بس سابقا كانت وجهه نظرهم يعني انه هؤلاء ما يعرفون شيء ما يفهمون مو بهذا الاختصاص مو, آه مو بهذا المجال يعني عندهم الاجنبي, عدهم الأجنبي, هو الأجنبي هو المهم. اي عندهم الاجنبي بينما ابن البلد نعم في حين يعني احنا الحي لا يطرب هي هاي النظره نعم. دائما موجوده حتى علينا احنا مستوانا لما تقول لهم انا اقدر اسوي لكم فلاش شغله يقول لك لا لا شلون تسويها انت يا معود غيرك ما اقدر اسويها هي معليش بالمناسبه عندي احد الاصدقاء كان عنده براءه اختراع قدمها بالعراق الحقيقه رفضت يعني لاسباب محدده قدمها بماليزيا ما طولت خلال شهرين وصدرت ومرات يقولون البراءه العراقيه والبراءه دك الماليزيه والبراءه كذا لا سهل فلك لا لك دكتور محمود هذا بالريشه المشقوقه بالضبط المروحه المشقوقه المروحه المشقوقه حاليا نعم تستخدم في في شركات عالميه شركة سيمز بالمانيا بالمانيا, بألمانيا نعم واحنا حاليا يفكرون شلون يستخدمون طاقه الرياح لان ضعيفه الرياح نعم ضعيفه في حين هاي الريشه ما تريد رياح يعني قصدك إنه لبيع العراق لبيع العراق, لبيع. العراق بصورة عامة لا يصلح للرياح إلا في مناطق معينة. في معدل سرعة الرياح خمسة أقل من خمسة متر بالثانية معدله ثلاثة متر بالثانية. طبعاً. وبالتالي أيه. اكو اختراع يعني جديد هو, اختراع هو جديد المروحه المشقوقه نعم مشوقها. اللي أيه. نفذتها الاستاذ أيه. محمود نعم نفذتها بورشتك نعم 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 صنعتها نعم اذا امنيتك الخاصه ممتزجه بالامنيه العامه وبالتالي امنية خاصه خاصه امنية خاصه يعني يعني الحقيقه يعني اشوف يتمون يعني الدوله تهتم بالشريحه العلميه الشريحه يعني اهتمام يعني شويه يعني اوسع من هذا الموجود حاليا نرجع للبحث العلمي والاستاذ الدكتور البروفيسور عماد عباس جعفر الملا دكتور من العائلات النجفيه العريقه الحقيقه يعني اخوك كان قاضي في النجف مشهور استاذ فاضل فاضل عباس مشهور وجنابك أحد أعلام النجف بالعلم وفي الهندسة الكيميائية وفي مجال الكيمياء والاختراعات والنانو تكنولوجي ما أريد أطول الحقيقة يعني أريد السولف لي شلون نستغل هاي العلوم وهاي العقليات يعني الباحثين هسه في كل مدينة أكو شلون يساهم العالم في تطوير مدينته هاي أهم شيء عندي يعني انا شف شنو استفاد من علمي اذا انا ما طور مدينتي؟ انا عالم بالعالم يعرفوني باليابان افضل بحث باليابان يعني آه لعام 2011 هنا بالعراق منطو على نفسي او كذا اريد اشكرك بالحق. اشكرك على نعم. السؤال نعم. انا بالي حقيقه م. كل المخترعين يعني كل براءات الاختراع اللي حوالي يمكن هسه عبرت ال 6000 براءة اختراع عراقي 7000 و... 7400 وكذا 6000 براءة نعم. اختراع نعم يمكن المنجز منها قصدي اللي مستثمر. اللي المستثمر منها يمكن ما اقل من 1% او اقل او 5% 5 أه بالألف 5 بالألف تقريبا 5 بالألف تقريبا. هو هذا اللي نعم. اللي احنا يعني ماكو ما فائده احنا البحوث العلميه ولا الاختراعات انه تبقى حيث الرفوف هذا مسألة حتى بالدراسات العليا حتى بالشهادات يعني ننطي شهادات أنا حقيقة كنت مدير الدراسات العليا لجامعة الكوفة في عديدة أشوف الأطاريح هي حبيسة والرسائل الجامعية والأطاريح الدكتوراه كلها يعني حبيسة الرفوف هذا حقيقة يعني الأسباب هي أكيد أسباب مشتركة بين الباحث العلمي وبين الجهة المستفيدة يعني هذا يعني احنا ما نبرئ الباحث العلمي ولا نبرئ المخترع المخترع لازم يطرق ابواب يطرق ابواب الجهات هو المستفيدة هو اكو استاذ عماد حبيبي دكتور عماد اكو هسه قسم جديد في الجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه مديرية براءات الاختراع اسمه قسم الاستثمار حقيقه قبل كان شعبه هسه صار قسم هذا القسم هو حقيقة يعمم هاي البراءات على كل دوائر الدولة ليش ضمن فقرات البراءة إجباري تكتب التطبيقات ويقول لك حتى اكتب الوزارة المستفيدة على مدير يرسلوها نعم وأيضا المؤتمرات مفيدة جدا يعني المؤتمرات العلمية مؤتمرات براءة الاختراع اللي يعني تقام في المحافظات والجامعات والمراكز م. العلمية والبحثية مهمة جدا لعرض منتجات وإنجازات المخترعين للمستثمرين والقطاع الحكومي هذا ايضا مهم جدا يعني متواصلين بهذا هذا العمل اللي هو يعرض براءته خلال مؤتمر علمي خلال مؤتمر براءة اختراع هذا مهم جدا انه نتواصل ب يعني ضمن مهام انهيت الدكتوراه في ماليزيا وما بعد الدكتوراه في ماليزيا شهاده اخرى شنو الاختلاف بين ماليزيا من هذا الجانب وبين العراق هي الاختلاف هو شيء ملموس هي, ال هي الامنيه الشخصيه مالت الاختلاف نعم. اللي هو دعم البحث العلمي دعم البحث العلمي من خلال هذا ما موجود من خلال من خلال الدعم المادي والدعم المعنوي يعني هذا هذا الدعم المعنوي موجود كتب شكر كذا كذا بس الدعم المادي حتى حتى المعنوي موجود يعني هذا المعنوي شنو يعني دكتور لؤي اخليه مكان يليق بك الباحث يعني مثلا اي مراكز البحث العلمي اقسام البحوث البحث العلمي الدراسات اخلي ناس مختصين اللي هم لهم باع طويل حتى يكون الي يعني بصمه خاصه في تطوير المؤسسه يعني المنصب ولا الكرسي هو حقيقه ده ما يكون يفيد المؤسسه ويفيد منتسبين ويفيد العاملين في تلك المؤسسه ما ما بفائده يؤدي رسالته رسالته بصوره صحيحه مم. يعني يكون هو عنده باع طويل في تلك ال... في ذلك الاختصاص. مم. ذلك هي امنية شخصية. أمني شخصية هي هذه والامنية العامة انه يأمن الامن والسلام في ربوع بلادنا العربية وبالعالم الحمد لله وصلنا مرحلة إن من الامن والسلام إن ونتمنى انه تستمر وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وشكرا لقناة النعيم اللي عودتنا في السنوات الأخيرة على هكذا برامج ثقافية علمية الصف في مصلحة البلد وتطور البلد وازدهار البلد بالتالي نشكرها شكرًا جزيلًا والسلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله. شكرًا جزيلًا ومع الأمنية الخاصة للبروفيسور الدكتور عماد الملة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج دردشه علميه، نتمنى ان نكون قد اوصلنا بعض افكار ابناء هذه المدينه و ومخترعيها الى انظار المسؤولين وكذلك قد نكون قد القينا بعض الاحجار في برك راكده، نتمنى ان يستمر دوران أو فوران هذه البرك لإنتاج شيء أن تفتخر به المدينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته